تاع الشمال ولي زور بات لي كيف هاد من الامام بيضاء من الخلف شون هذيك على جنب في الطريق في الليل ولا باش تعكس كان ولا قرار الوزاري المؤرخ في 5 ماي 1988 والمعدل بالقرار الصادر في 15 جوان 1993 المحدد لقواعد الإدارية والمتعلقة بترقيم وتسجيل المركبات. نظمت مصالح حملة جاية حملة تحسيسية اليوم بالتنسيق مع جميع الشركاء الفاعلين في ميدان أم طرقات على غرار مصالح حملة جاية وجمعية طريق السلامة خرجة ميدانية على مستوى مفترق الطرق بيرسلام، وهذا لفائدة جميع السواق بهدف شرح وتفصيل مضمون قرار بالنسبة للوحة التسجيل أو لوحة الترقيم. تتكون من 3 مجموعات باللغة العربية يفصلها خط 2، المجموعة الأولى الرقم التسلسل في الطراز، المجموعة الثانية سنة الوضع في السير والفئة، المجموعة الثالثة رمز الولاية. بالنسبة للطول من 45.5 سنتيمتر إلى 59.5 سنتيمتر. بالنسبة للمخالفات في قانون المرور يعاقب بغرامة مالية تقدر ب 2500 دينار جزائري، وإذا كانت لوحة الترقيم مزورة أو كتابة لا تطابق مع المركبة يعاقب المخالف بالحبس من 2 إلى 2 سنين حبس وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 150 ألف دينار جزائري.